السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم نواف او ايف اونلاين، واخيرا قررت اني انزل لكم مقطع رهيب بعنوان اقوى 8 اباء بعالم انمي ناروتو. طبعا اذكر في المقطع السابق بعنوان اقوى 5 اباء في عالم الانمي، سألتكم في المقطع نفسه اللي هو انكم لو تبون انزل لكم توب خاص عن انمي ناروتو، اغلبكم قال ايه يا ايف نزل. فانا قلت لنفسي ابشر والله ما طلبتم شيء، راح انزل لكم توب خاص لانمي ناروتو. فقررت اني اجمع لكم اقوى اباء في انمي ناروتو واحطهم في الليسته. المهم خلونا نبدا باول شخصيه من عشيره الاوتشيها اللي هو تاجما اوتشيها اللي هو ابو مادرا. طبعا الشخصيه هذه هي اضعف شخصيه موجوده في الليسته، بحكم انه في شخصيات اقوى منه وافضل منه واستغلوا الشارينجان افضل منه بكثير. وخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها اللي هو فوكاكو اللي هو ابو ايتاتشي وساسكي. طبعا انا اشوفه هو اقوى من تاجما اوتشيها اللي هو ابو مادارا، وللمعلومية مو شرط انه عشان انه مادارا هو اقوى اوتشيها في تاريخ عشيرة الاوتشيها هذا يعني انه لازم ابوه يكون هو اقوى اوتشيها برضو، لا. فابو مادارا مرة ضعيف ويعتبر اضعف من فوكاكو بسببين. السبب الاول هو انه فوكاكو عنده قدرة تحكم بالكيوبي بكل سهولة وبالشارينجان العادية، زائد انه فوكاكو عنده قدرة رهيبة انه يقدر يحط ابنه في الجنجتسو، وهذا الشيء شفناه في فلاش باك حق ايتاتشي، زائد انه فوكاكو قدر يفعل المانكينجيو على عكس تاجما اوتشيها. وخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها اللي هو ميناتو ابو ناروتو. طبعا السبب اللي خلاني احط ميناتو في مركز اعلى من تاجما اوتشيها وبرضو من فوكاكو هو لانه ميناتو كان ذكي ذكي لدرجة انه جيراي كان يحسب انه ميناتو هو طفل النبوءة، ناهيك عن السرعة الخرافية ولقبه الأسطوري اللي هو وميض الأصفر أو وميض كونوها، زائد انه قدر يبتكر الروسينجان في السن المبكرة، زائد انه صار الهوكاجي بعمر مرة صغير، زائد انه قدر يتحكم في الكيوبي وقدر يواجه اوبيتو اللي هو يعتبر واحد من اقوى المستخدمين المانكينجيو، زائد انه قدر يتغلب على سرعة وقوة الكاموي. وبرضه في اشياء وامثلة كثيرة لو اقعد اتكلم عنها ما راح نخلص. فخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها وهي من عائلة الأوتوتسوكي وظهرت في أنمي بوروتو، وكثير منكم ما يعرف إنه هو أب اللي هو كينشيكي. يب كينشيكي هو أبو موموشوكي، فأغلبكم ما كان يعرف هالشيء، بس اليوم أنت عرفت هذا الشيء. بس أدري إنه برضو بعضكم اللي لعب لعبة بوروتو يعرف إنه وش الاسم كينشيكي هو أبو موموشوكي. فيب كينشيكي طبعا بدون أي كلام هو أقوى من كل الشخصيات اللي ذكرتهم، خصوصا إنه كينشيكي قدر يجاري سرعة ساسكي عفوا، فسرعته كانت مرة خرافية على الرغم من ثقل حجمه، وبرضو عنده بنية قوية وأساليب وقدراته كانت مرة رهيبة، خصوصا بعد ما اندمج مع موموشوكي شفنا انهم قدروا يصيرون في مرحلة مرة مختلفة تماما. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها، وانا ادري انه كثير منكم راح يقولون او راح يقول انه الترتيب مو بمنطقي اللي هو ابو مايتو جاي. يب ابو مايتو جاي اقوى من كينشيكي من وجهة نظري بسبب واحد، اللي هو انه ابو مايتو جاي هو اول شخص في انمي ناروتو قدر يفعل بوابات الثمانية. ولا ننسى تصريح كاكاشي في انمي ناروتو شيبودن او في اثناء الحرب النينجا الرابعة لما فعل مايتو جاي البوابات الثمانية، قال انها بعشرة اضعاف قوة الكاجي، خصوصا انه نادرا نلقى شخصية تقدر تفعل البوابات الثمانية، خصوصا انه بوابات الثمانية كانت مرة قوية، وشفنا انه قدر تأثر في مادارا تأثير مرة كبير. فلو كان مادارا ما كان بطور الحكيم مسار السد وما عنده قدرة العلاج حقت هاشيراما لانتهى من الضربة الليل اللي سواها جاي. فهذا اكبر دليل على انه وش الاسم اللهم صل على محمد ابو مايتو جاي اقوى من كل الشخصيات اللي ذكرتهم سابقا. وخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو اوتشيها ساسكي.
طبعا ساسكي بعد ما صار كبير وصار عند ابنه اللي هي سارادا صار في مستوى مختلف تماما، خصوصا انه كل شوي نشوف انه عنده قدرات واساليب مرة رهيبة وجديدة اللي تأهله انه يكون ضمن الليستة. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي هو ناروتو اوزوماكي. فانا اشوف انه ناروتو اقوى من ساسكي بعدة اسباب، واشياء هذه اتضحت في الانمي. لا احد يجي يقول لي انه الكاتب اللي هو ميساكي كيشيمو صرح انه ناروتو وساسكي بنفس القوة، ترى الكاتب ما صرح بهذا الشيء، واي واحد قال هالشيء اتمنى انه يعطيني رابط التصريح، مو يجيب لي كلام من كيسه. فالكاتب ما صرح بذا الشيء ولا راح يصرح بذا الشيء ابدا. فانا من وجهة نظري اشوف انه ناروتو اقوى من ساسكي. وخلونا ننتقل لاول شخصية اللي تكلمت عنها في التوب السابق اللي هو اقوى 5 اباء بعالم الانمي، اللي هو حكيم مسارات الستة. يب، حكيم مسارات الستة يعتبر اقوى اب في انمي ناروتو، وما يحتاج اي نقاش لانه حكيم مسار الستة قدر يقاتل كاغويا لشهور، خصوصا انه حكيم مسار الستة هو اول شخص وصل لطور الحكيم، زائد انه هو اول شخص اللي قدر يختم الفيجو او بيوجي ابو 10 ذيول عفوا، خصوصا انه قدر يقسم البيجو او شاكارة البيجو ويصنع وحوش البيجو اللي هو الكيوبي وهاتشيبي وغيره. وبس والله من هنا وصلنا الى نهاية المقطع، لا تنسى الاشتراك واللايك والنشر، وبرضه لا تنسى انك تشيك على فيديوهاتنا السابقة. اشوفكم على خير، رهيبين، peace out.